المهم الأصمعي عبد الملك بن قريب هذا مرة من المرات كان في غدا وكذا، بعدين جلس معه واحد من الأعراب عربي قح، ولست بنحوي يلوك لسانه ولكني سليقي أقول فأعربه، من الأعراب الأقحاح. هذا كان الأعرابي يأكل بشراهة ونهم، فكان السمن يسيل على لحيته، يعني كذا قالوا فيه يسيل على لحيته. فنظر إليه الأصمعي قال له كأنك أثلة في أرض هش أتاها وابل من بعد رشي. فقال له الأعرابي كأنك بعرة في إست كبش مدلات وذاك الكبش يمشي. ما دخلك بعرة في إست كبش مدلات؟ فغضب الأصمعي وقال قال للأعرابي أتقول الشعر؟ قال كيف لا أقوله وأنا أمه وأبوه، كيف لا أقوله وأنا أمه وأبوه. قال الأصمعي ففكرت في أصعب قافية في الشعر فوجدتها قافية الواو الساكنة المفتوح ما قبلها، فقلت له ائتني ببيت آخره واو ساكنة مفتوح ما قبلها. فقال ذلك الأعرابي قوم بنجد عهدتهم سقاهم الله من النو. قال له الأصمعي نو ماذا؟ قال نو تلألأ في دجى ليلة مظلمة كالحة لو. قال له لو ماذا يريد عجزة؟ لو ماذا؟ قال لو سار فيها فارس لانثنى على بساط الأرض منطو. قال منطو ماذا؟ قال منطوي الكشح هضم الحشا كالباز قد انقض من الجو. قال جو ماذا؟ قال جو السماء والريح تعلو به قد شم ريح الأرض فعلو. قال فعلو ماذا؟ قال فعلو لما عيل من صبره فسار نحو القوم ينعو. قال ينعو ماذا؟ قال ينعو رجالا للفنا شرعة كفيت ما لاقوا ولاقوا. قال ما لاقوا؟ قال إن كنت لا تفهم ما قلته فأنت عندي رجل بو. قال له الأصمعي ما البو؟ قال البو صلخ قد كسى جلده بألف قرنان تقوم أو، وأمامهم الصحون ذا الغدا. قال أو ماذا؟ قال أو أضربه بصوانة في رأسه تقول في ضربتها قو. قال الأصمعي فخشيت أن أقول له قو ماذا فيضربني بالصوانة. فوقف الأصمعي عند هذا قو قو قو. إذا نقول بنكمل أكثر وأكثر وبناخذ اللهجة التامية طول الوقت، عطني بس كلمتين ثلاث كلمات منها أو خبارت من إنكرم بشي مثلا. طيب أبيك تقول فاصل ونواصل بالتامية بعد قليل إن شاء الله نأتيكم. إذا بعد قليل إن شاء الله نأتيكم.